أهلا من جديد. أطلقت البحرية الإسرائيلية نارا صوب المراكب المشاركة في المسيرة البحرية 13 بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة. وشارك المئات من الفلسطينيين في الحراك البحري الذي يطالب بكسر الحصار، بينما قال مصدر مطلع من حركة حماس إن قيادة الحركة تجري مشاورات مع الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة ظهر اليوم. نحن هنا على متن أحد المراكب التي تشارك في الحراك البحري 13 الذي يطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة. اللافت في هذا الحراك أنه يأتي بعد جمعة وصفها الإسرائيليون بأنها الأهدأ على حدود غزة، وفي وقت يواصل فيه الوسيط المصري بحث التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع. مشاركة واسعة النطاق وإصرار على مواصلة المسيرات بحرا وبرا ليلا ونهارا حتى كسر الحصار بشكل كامل. احنا من جهان لأسباب والأهداف، أول هدف هو فك الحصار عن شعبنا، وبعدين ثاني حاجة احنا بدنا بلادنا هذه وبنرجع لها. هذول الناس مغتصبين، اليهود ناس مغتصبين، ما لهمش لا أرض ولا لهم وطن. هيئة الحراك الوطني الجهة المنظمة للمسير البحري تقول إن ما يطرح على طاولة المفاوضات بين الفصائل والاحتلال عبر وسطاء لا يرتقي لمطالب سكان القطاع. كل ما هو معروض أقل من أن نقول عنه أنه قابل لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، لم يعرض شيء حقيقة على أرض الواقع يمكن أن يلتمس من خلاله المواطن الفلسطيني أن هناك خطوات في إطار كسر الحصار. سياسيا نقاشات مستمرة يجريها وفد أمني مصري في غزة مع قيادة حماس في زيارة هي الثانية خلال أقل من أسبوع. هذه المقاطع تظهر تسلل شبان فلسطينيين من السياج الحدودي وسط قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 48، تسلل يأتي عقب تهديدات جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتوجيه ضربة لحماس، تهديدات قال مصدر رفيع في المقاومة إنها تدل على حالة من الإفلاس والمزايدات. باسل خلف التلفزيون العربي قطاع غزة.